Hello kids, how are you today? I'm Miss Nadia. أعزائي تلاميذ الأول الابتدائي، اليوم راح ناخذ درس جديد اللي هو الدرس السادس في الفصل الثالث. وصلنا إلى حرف الكيو. تشوفون هذا حرف الكيو شكله صغير، هذا شكله صغير. طبعا صوته كوا كوا، وهذا شكله الكبير كوا، هذا حرف الكيو اللي صوته كوا، هذا شكله الكبير وهذا شكله الصغير. أوكي، طبعا موجود في بداية كلمة question. question اللي هي هذه علامة السؤال. question كوا كوا. وأيضا في كلمة queen، مبين معنى كلمة queen. queen. أوكي، بعد ما نردد الحرف نتعلم كيف نكتبه، كيف نلفظه والكلمات الموجود بها، نذهب إلى أسفل الصفحة، نمرر أصابعنا على الحرف من النقطة البرتقالي إلى الخضر، الحركة الأولى باتجاه السهم، الحركة الثانية باتجاه السهم، ويصبح لدينا هذا الحرف. أوكي، نكتبه بهذه الطريقة. طبعا الحرف الكبير راح يكون صاعد، يكتب على ثلاثة أسطر إلى الأعلى، والحرف الصغير يكون نازل، يكتب على ثلاثة أسطر إلى الأسفل، وحسب اتجاه السهم. أوكي، حسب اتجاه السهم. ممكن نسوي نشاطات مثل ما علمتكم في باقي الدروس، أغطية بطل الماء ممكن نشكل بيها، أيضا نعلم الألوان ونعلم، طبعا مو بس الريد وبلو، عندنا هواي ألوان، عندنا وايت، عندنا يلو. احنا هذا كيو الكبيرة، وهذه الكيو الصغيرة. طبعا نطلب من أولادنا أن يلعبون هذه اللعبة ونختبرهم، وأيضا بلعبة السيارة إطاراتها أيضا نختبرهم كيف ممكن أنه يطابقون الحرف بشكله الكبير والصغير. كوا صوته واللي هو كيو كابيتال، كيو سمول. أوكي، هنا بهذه الفعالية، هذه الأكتيفيتي، راح نتعلم سؤال نسأل عن الأشياء. كيف نسأل عن الأشياء؟ بهذا السؤال، what is it؟ what is it؟ ما هو؟ أو ما هذا؟ what is it؟ أوكي، من نجاوب نقول مثلا إذا أشر على الكايت، it's a kite، it's a kite. أوكي، what is it؟ it's a ball. ممكن أقول كلمتين، it's a red ball، it's a yellow and orange kite. أوكي، it's a yellow and blue kite، it's an orange and blue kite. what is it؟ it's a bike. okay، نسأل عن كل الأشياء الموجودة. and هنا what is it؟ it's a balloon، a yellow balloon. what is it؟ it's a queen. what are these؟ these are flowers، flowers. okay، هذا بالنسبة طبعا للبيوبلز بوك. أما بالنسبة للنشاط، راح ناخذ حرف الكيو كيف نكتبه. هذا حرف الكيو، نطوخ على من اليسار إلى اليمين هكذا، ونكمل السطر ونرجع نطوخ الأرقام. طبعا احنا أخذنا الأرقام تعلمناها from 1 to 10، from 1 to 10 يعني من الواحد للعشرة، this is 1. okay،
2 3 4 5 6 7 8 9 10. احنا ايش راح نسوي؟ راح نطوخ الارقام هذه، طبعا بالبداية نطوخ الحرف ونطوخ الارقام كلها from 1 to 10. اوكي، اما اسفل الصفحة عندنا شكل الكايت، شلون نسويها؟ نمشي من 1 الى اخر لل 10. كيف نسويها؟ حنا نأجر خط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، وهكذا اعزائي تلاميذ الاول ابتدائي ينتهي درسنا لهذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو أتمنى أنه يسوون لايك، واللي يدخل قناتي أول مرة يعني يشترك ويفعل الجرس حتى توصل الفيديوهات الجديدة. Thank you. Goodbye.